حاجات كتيرة عكس بعض تفاصيل حياتنا كل يوم. لو أنا وأنا وحب يلمس قلبنا وقت اللزوم أيام تفوت وسنين تمر بين السعادة يعني ايه الفرح. ساعات حلاوة الدنيا تطلع من قلب الجد واللي شاف العذاب يقدر يعني ايه الفرح. اوقات بتبان ظالم وساعات بتبان مظلوم. مين فينا عارف الخطوة هتاخد وتمشي فين؟ مين فينا عارف واقف عمره لحظة أو سنين؟ وجعنا وجعنا دموعنا معانا وضحكة زي الشمس بتشوق وسنين تمر بين السعادة الو. ايوه. لا صحي صحي. لا لا ما تقوليش، انا هعدي عليكم دلوقتي في المكان اللي هو المول اللي جنب اكتوبر ده. لا مش بعيد خالص. يلا سلام سلام. ايه يا حبيبتي انت نازله ولا ايه؟ البتاعة دي. اي ماما انا عندي ميعاد مهم. يا سلام بس انت عندك امتحان مع زي ابنك ولا ايه؟ لا عندي شغل بس متاخره عليه. طب والنبي يا ساره خديني معاكي في سكتك. متاخره يا ماما. يوه يا بنت انت على طول محسسانك بتشتغلي مديره بنك، دي حيالله حته شغلانه بالعموله لا راحت ولا جت كده. يا رايه افتكري الكلام اللي انت بتقوليه ده. خلاص يا ساره انا هعتمد على نفسي، ربنا يديني الصحه واعمل كل مشاويري بنفسي. اجري يا اختي البسي واتكلي على الديوان بتاعك. لا حبيبتي روقي كده وادعي لي حبيبتي احسن كده هتخرب. ها نهارنا ابيض ان شاء الله. ناديه ازيك؟ عادي اتفضلي تشربي ايه؟ فاتر اخد شاي. واحد شاي وانا هات لي قهوه تاني. اوكي. ها عامله ايه؟ كويسه الحمد لله. انا امينه قالت لي انك انت لما راحت عشان تعمل التحاليل. لا اقول لك ايه؟ احنا النهارده لا هنتكلم على امينه ولا على التحاليل. النازله دي بتاعتك وبتاعتي.
انت ليه عايز تفتح الدفاتر القديمه يا عادل؟ لانها ما اتقفلتش. مش هتتقفل، مش هتتقفل. انا الحساب تقيل قوي يا عادل وانت عارف كده كويس. المشكله يا ناديه ان انا لغايه النهارده بقالي سنين طويله مش فاهم انت ليه عملتي فينا كده؟ ليه رحت اتجوزتي نبيل اخويا؟ ليه حطيتي المسافه دي بينا من يومها لغايه عيا امينه؟ وانت مش عايزاني اسالك انت ليه عملتي فينا كده؟ عملتي انا اللي عملت؟ طب ما عملتش حاجه؟ حقيقي ما عملتش حاجه غير انك انت احترمت طلبي انك تحافظ على المسافه ما بيني وما بينك. انا اللي بعدتك عن اخوك وعن البنات مش كده؟ مش هو ده اللي حصل؟ لا مش هو ده اللي حصل. اللي حصل حصل قبل ما اتجوز نبيل. تعيشتني في قصه حب صدقتها، عشت فيها، بنيت كياني فيها. عمري ما كنت اتخيل انك انت ممكن تسيبني علشان تروح تدرس ولا تشوف مستقبلك. انت طول عمرك كنت بتقول مستقبلنا، كنت ساذجه حتى لما وقت سفرك جه وما كنتش بتعمل اي حاجه، كنت بديلك الف عذر، كنت بقول لما تسافر وتستقر اكيد هتبعتلي. انا ما فيش ولا حاجه من دي حصلت. فعشان تعاقبيني رحت اتجوزت اخويا. انا ما رحتش، هو اللي جه. عارف ليه؟ لانه ما كانش يعرف حاجه، عشان انت كنت مخلي علاقتنا سر مش مهم ابدا اي حد يعرفه، حتى اقرب الناس ليك اخوك. مش حقيقي. حقيقي؟ لا مش حقيقي، لان انا ساعتها كنت لسه مخلص ليكي. ساعتها كنت اناني ما بتفكرش غير في نفسك وبس، ولحد دلوقتي اناني ما بتفكرش غير في نفسك وبس. والدليل اهو، بتقولي عملتي. انت جاي تحاسب عيله كل اللي عملته رد فعل؟ حتى لو انا كنت غلطان ليه عملتي فيا كده؟ ليه عملتي في نفسك كده؟ كنت بحاول احافظ عليك، كنت تايهه وكنتش عارفه اعمل ايه. مامتك لما جت تزورنا افتكرت انك انت فقت، وانك بعتها علشان تخطبني وتصلح غلطتك انك انت سبتني وسافرت. من جوه كنت عايزه اسامحك، لقيتها بتخطبني لاخوك الكبير. في الاول افتكرت اني ارفض، بعد كده اكتشفت انه لا، يمكن لو تعرف ان انا ممكن اضيع من ايديك تتصرف، تتحرك، تعمل حاجه. انما حقيقي كنت ساذجه ما عملتش حاجه. حسيت ان انا ماليش قيمه عندك. فكرهتيني، كرهت نفسي، كرهت ضعفي، كرهت حبي ليك. يا ناديه نبيل لما قال لي انه هيخطب ما قاليش هيخطب مين. سمعاني، ما قاليش هيخطب مين. ساعتها لما اتكلمنا في التليفون قال لي الظاهر ان انا هعملها وانت مسافر. اقسم بالله انا ما كنتش اعرف، لاني لو كنت اعرف انا كنت اتصرفت تصرف تاني. مفيش حاجه اسمها كده. والله يا حبيبي انا مش متعصب، انا لو اتعصبت هتشوف وش انت مش هتحب تشوفه اصلا. خلاص يبقى تعمل اللي بقول لك عليه. والله زي ما انت عندك ظروف والتزامات انا كمان عندي على فكره.
مش معانا بالليل. انا مش جالك انت اصلا. خلاص يبقى بعد اذنك الفلوس تبقى في حسابي النهارده يا بكره بالكتير. ماشي. سمعت ان بابي كان عايز ياخدك ساوند اوف ميوزك بس ما كانش فيه تيكتس. تعرف انا كنت بحبها قوي وانا صغيره. طيب انا في واحده صاحبتي اللي بتنظم الايفنت وجابت لي تذكرتين بس على شرط لما تروحي تحكي لي كل حاجه بالظبط وتغني لي كل الاغاني. اتفقنا؟ لا تروحي. هروح ايه؟ لسه هروح الاول المطعم اظبط الاوردر بتاع بكره وبعد كده هروح. قلت لك اصلا مش جالك انت، انا جاي الليله. طيب على ميعادنا بقى بالليل. تمام. مبسوطه يا ستي؟ الو يا دانيا. كنت مشغول النهارده. لسه راجع البيت. ما كنتش عايز اقلقك. لا مش هقدر النهارده. بص انا ماليش في السهر. امبارح الموضوع كان استثنائي. كل حاجه حصلت امبارح كانت استثنائيه. كنت شارب وغلطت. دالي انا متلخبط ومش عايز الطك معايا. لا لا مفيش النهارده ومفيش بكره ومفيش بعد بكره. لا انا غلطت يا داليا وده مش هيحصل تاني. انا اسف. لن تعيش تجربه ارب سكوت تالنت كامله الا بتحميلك التطبيق. ايه ده؟ الفيلم خلص واحنا ما خدناش بالنا. انتي كويسة؟ انتي بقالك كام يوم كده ما نزلتيش؟ البطرمان اللي جوه دهوت مش محتاج يتملي ولا ايه؟ طب ما تيجي نملاه سوا بكره. تعالي نسهر نخرج انا وانتي. تيجي نسافر؟ نسافر. سيب البيت لمين؟ هو البيت هيطلع يجري؟ طب زوزو عالية احمل فيهم ايه دول؟ زوزو عالية مش معبرين وصايعين في الشوارع واحنا اللي قاعدين في البيت زي الغلابة. بصي طول ما انت شايلة الهم مش هتنبسطي، هتاخدي همك معاكي فين ما تسافري. صدقي بقى دي اكتر حاجة وحشة ورستها منك، موضوع شيل الهم ده. والله طول الوقت شايلين هم وهمنا وهم غيرنا. وحتى لما بنيجي نبسط بنبقى خايفين ايه اللي هيحصل بعد الانبساط ده. اكننا بنستخسر ننبسط. بس انا على فكرة بحاول اغير في ده. يا سلام. ازاي يعني؟ يعني انا هعمل حاجات مجنونة. فيهاش حاجة، فيهاش حاجة لما اعمل حاجات مش شبهي. اعمل حاجات احس انها بتبسطني حتى لو بعيدة عني وحتى لو غلط. فيها ايه؟ كل الناس بتغلط ولا ايه؟ بس تعملي ايه بقى لو الفكرة اللي انت عايزة تعمليها يعني تطلع غلط بجد؟ وعلى رأي زوزو اللي يعرف أبويا يروح يقول. أنا قفلت على قلبي وقلت إن الحب ده أكبر كذبة وإن جواز العقل والعشرة هما الأصح. كنت مجروحة كنتش عارفة أتصرف إزاي. اللي كان بيحركني الألم اللي جوايا. صدقيني لما أقولك
إن أنا كل مرة كنت بشوفك فيها كنت بحس بوجعك ده، كأن الجرح لسه مفتوح امبارح. هتصدقني لو أقولك إن كل مرة كانوا بينطقوا اسمك قدامي كنت بحس بنفس الألم، نفس الجرح. ما كانش سهل عليا يا نادية، ما كانش سهل عليا إن أنا أشوفك جنب مراته. نادية، أنا لما رجعت مصر واستقريت فيها وإنتي كنت موجودة هنا مع الأولاد، أنا قابلت إنه يتقال عليا براوي، الأخ اللي مش واخد باله من بيت أخوه وأهله في غربته. كل ده علشان ما زودش وجعك ووجعي أنا كمان. بس أنت زودت يا عادل. لما نبيل اتجوز. خلاص بقى يا نادية، خلاص. خلينا ننسى اللي فات. كويس إن إحنا طلعنا اللي جوانا. إحنا الاتنين غلطنا. جايز كانت اختياراتنا غلط، جايز كان سننا لسه صغير، جايز كانت قلة خبرة، أنا مش عارف. بس الكلام اللي إحنا قلناه وضح لنا إن إحنا الإحساس اللي كان موجود عندنا زمان لسه ما راحش. أنت بتقول إيه يا عادل؟ اللي أنا عايز أقوله لك إن أنا لسه بحبك. لا ينفع، اللي حصل زمان هو اللي ما كانش ينفع. أنا عارف إنه قرار صعب، أنا عايزك تاخدي وقتك. أنا بس كل اللي عايز أقوله لك إن مفيش وقت نضيعه. سليم محجوب، أنا تحت بيتك دلوقتي، لو ما نزلتش دلوقتي حالاً أنا هنفذ وعدي وأجرسك في الشوارع. اللهم بلغت، اللهم فاشهد. يعني أعدي من الكانسر أموت من الخضة؟ يرضيك؟ صوتي وحش قوي في الفويس نوت، معلش. طب ليه كده؟ احنا اتفقنا اول ما توصلي هنزل لك على طول. ما بس انا مش ضمك، ما انت عامل فيها مقموص اليومين دول. لا انا مش مقموص. مش مقموص؟ طيب طالما مش مقموص بقى ممكن تربط الحزام، عشان انا مستلماك عهده ولازم ارجعك زي ما انت. احنا رايحين فين؟ هتعرف. الجو تحفة صح؟ اه مين؟ انا مش هقدر اتأخر عشان لازم. بتهرب مني؟ ايه ما هو باين اهو، مش بتكلمني من يوم المستشفى ومش بنتقابل، وشكلك واضح جدا فيك حاجة متغيرة. مفيش حاجة خالص. انا طب انا فيها حاجة وعايزة اقولها لك، وجبتك هنا النهارده عشان اقول لك، عشان ما عنديش اي استعداد يعدي 15 سنه واقعد ادور عليك، عشان اقول لك احنا ليه حبينا بعض زمان وما قلناش عشان كنا خايفين. 15 سنه ما اظنش ان انا هقدر اكمل كل ده. سيدي ولا انا. بصي لي بقى، وعلى فكره انا فكرت في ده، أنا فكرت إن إحنا مش هنكمل 15 سنة وإنه أحسن إن إحنا نبعد، مع إني بحبك. بحبك يا سليم. مش صدقني أنا واقفة قدامك بقول لك الكلام ده دلوقتي، وبقولها لك أهو من غير ما أخطط، وعارفه ان انت هتقعد تتريق عليا طول عمرك عشان قلتها لك،
وانا كل ما هقعد افتكر الموقف ده هكسف من نفسي، بس انا كان لازم اقول لك. بص يا مينا، معلش خليني اكمل بس. وعارفه ان المنطق بيقول ان احنا المفروض نبعد، وان انت اصلا مش عايز تربط نفسك بحد، وان انا عندي مستقبل المفروض افكر فيه وانت بتهرب منه. بس انا بس امينه، انا ما بهربش من حاجه، بس لازم لو سمحت ممكن بس تسيبني اكمل عشان مفعول الحبوب الشجاع ده هيخلص. انا عارفه كل ده، بس كل ده مش مهم. اللي انا بفكر فيه واللي انت بتفكر فيه مش مهم. المهم احنا حاسين بايه؟ المهم النهارده، صح؟ مش انت بتقول كده؟ وانا النهارده عايزه اعيشه معاك. بكره ده مش مهم بقى، يوم، شهر، سنه، مش مهم. المهم ان انا عايزه اصحى بكره الاقيك جنبي. شكرا. وانتي؟ لا مش بتودي على فكره. انت عارفه دي كام كالوري؟ عارفه والله العظيم عارفه. امينه بقى لها شويه عماله تعد ورانا الكالوريز، وايه مفيد وايه مش مفيد وايه فيه دهون. في ايه؟ بكره هتشكريني على فكره. وبعدين انا زبونه لقطه، انا لما اجي لك المطعم ان شاء الله مش هشرب غير ميه. لعلمك احلى ميه معدنيه تشربيها عندي في المطعم. تعالي انت بس وانا اعمل لك اللي انت عايزاه. انت بتعملي ايه؟ انت بتطفشي مننا الزباين. انا؟ طب والله العظيم ده انا كنت هقول لامينه تساعد في موضوع الكيترينج، عشان كانت بتعمل ايفنتس وبتساعد ناس. انت قلبتي بيزنس وومن جامده كده امتى؟ ما انت متلقاها في الاوضه اللي جنبي طول الوقت. احنا لسه بنتعرف بالراحه. وانا جابني غير الجمال ده؟ ليه يا لولا؟ اه ما هي حكيت لي. بس سيبك انت، انا عايزه اشكرك على حاجه واحده بس، ان انت قتلت حلم الفود ستايلست ده من قبل ما يتولد. لحظه، احنا في المطبخ كان في ايه؟ فوتو سيشن طول الوقت، ملوخيه، فراخ. على فكره انا كنت عايزه اكمل، كنت كملت وبقيت كمان شاطره قوي. يا ستي كملي، احنا عايزينك تكملي بس نعرف نحدد انت هتبقي شاطره ولا لا، احنا مش لاحقين. ايه الجمال ده؟ انا حبيتك. امينه. حسن. معقوله؟ هو انتوا تقعدوا مع بعض 10 دقايق تعملوا جنب حضرتك كده؟ 10 دقايق؟ يا بنتي انا وامينه متربيين سوا. احنا اخوات، انت لمين؟ برو. اوه. انتي حكايتك يا ستي انتي؟ انتي مخصماني ولا ايه؟ ابدا، مين قال كده؟ مين قال كده ده ايه؟ طول ما احنا بناكل وانتي وشك جوه الطبق. مش مخلياني اشوف عينيك الحلوين دول. عادل عادل، انا حاسه ان هما لو بصوا في وشي هيفهموا كل حاجه. يا ستي ما يفهموا، هو احنا بنخاف. عادل. ايوه. تحب تشرب شاي؟ اه يا ماما، حضرتك اعملي لنا شاي وانا هروق الترابيزه. طيب يا حبيبتي. يفهموا ايه؟ يفهموا ايه يا عادل؟ انا عارفه انك انت مش مجبر تستحمل قلقي وخوفي، بس ستي أنا مجبر، أنا مجبر. أنتِ ناسية إن إحنا الاتنين في القلق ده سوا سوا. سوا إيه؟ سوا إيه بس يا عادل؟ سوا إيه؟ استني بس، طب استني بس، خلينا نكمل كلام. عادل. نادية. أيوة يا ماما، أيوة. جاية جاية يا ماما.
يا رب الانترنت يفصل يا رب. نساتر يا رب. ليه كده يا حبيبتي؟ ليه؟ ليه كده يا حبيبتي؟ سيبي بقى الموبايلات منك ليها انت وهي. خلاص 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 انا سبت اهو. لا والنبي لا ياسين دخل التواليت ولا جاله تليفون. دقيقتين كده وهترجعي تنشغلي معاه تاني. ايوه. بطلي شغل الحماوات ده يا ساره. حماوات؟ طب واحده بتلطف مع حسن والثانيه بتعطف مع سليم، وانت بقى يا صغيره على الحب من ساعه ما جيتي كده لوك 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 مع مين؟ ها؟ مع مين؟ اصل هي شهد. هو انت ايه النظام؟ نظام ايه؟ ايوه انت ماسكه التليفون من ساعه ما جيتي وضحكتك من هنا لهنا. ايوه حصل على يدي وبتنزلي وتطلعي احنا مش عارفين انت رايحه فين ولا جايه منين ولا مع مين وسكرته. حصل. ايوه ده اللي هو انا. لا لا بصوا احنا دلوقتي مستلمين شهد. لا لا لو سمحتوا ايه بتبصوا لي ليه؟ انا مال انا؟ الله ده حاجه غريبه قوي. في كل كانت عايزه شاي ايه عايزه مكة شيلها احسن. ايه اللي تشيليها؟ البيبان. البيبان اللي ما حدش بيخبط عليهم. انا كده ومش هتغير. اعملوا حسابكم في كيك بره. فيزي هاتي الطبق. سيبك انت وانت قمر كده بالفستان ده. ايه ده؟ الله يا مش قادر. ايه ده؟ قمر. بقول لكم ايه؟ انا امكم دي انا بخاف منها وبترعب منها اكتر من امي. ده انا كنت هولع في اللي حب السيجاره. بقول لك ايه عارفه زيرو كزوزو؟ والله كشرت معاكي نفسين عادي جدا. زوزو دي عسل. لا لا شوش حبيبتي حبيبتي ما تاخدينيش في الدوكه. مين بقى يا حبيبتي من ساعه ما جيتي كده وانت عماله تكستنج معاه؟ مين بقى؟ ساره انزلي على وداني. انزل روح. بقول لك ايه؟ فضلي نفسك بالليل والبسي حاجه مريحه وجزمه من غير كعب. ايه ده؟ الله هو انت بتخيلنا ولا ايه يا سليم؟ انت لحقت تيجي عشان تمشي؟ ما انا راجع بعدين. لا استنى انا عايز اقول لك موضوع. لا انا اللي هقول لك. ايه؟ ما تخلينيش اندم اني قلت لك. الله 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 الله. هو انت كنت عايز تخبي عليا انا كمان؟ ليه؟ هو في حاجه مستخبى عليكي؟ بس بصراحه قرار زي كده كان محتاج زقه مني. لا اذا كان على كده ده انا ازق بدايه الاثنين واجيب مصر كلها ازق معايا. ماشي طيب قولي لي. ياخدي قمر. والله يا قمر بجد؟ والله يا قمر. ربنا يخليك يا رب. بعدين يا رب. ربنا يكرمك يا رب بالشفاء يا رب. اللهم لا شفاء الا شفاءك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. سليم ايه؟ انا مش شايفه حاجه. يا مجنون. أنا خايفة. سليم المرة دي أنا اللي واخد حباية الشجاعة. اصبري عليا بقى. ماشي؟ ماشي. واو واو الصور دي ازاي اصلا؟ انا لسه قدامنا كتير. طب انا عايزه الصور دي. انا مش هكدب عليكي واقول لك ان انا حبيتك من اول يوم شفتك فيه. بس برضه مش هكدب عليكي واقول لك ان انا ما خدتش بالي لحد ما نزعتيها في وشي.
طيب افتحي ده. ايه رايك؟ عايزة؟ مش دلوقتي، مش قادرة. حاسس إني في حاجة جوايا بتكبر ناحيتك، بس كنت بضحك على نفسي، كنت بقول إننا صحاب، إن أنت محتاجاني وأنا كمان ساعات محتاجك، يمكن عشان الونس، عشان هربت من الناس، بس أنت أمينة بكل الناس عندي. مش عايز من الدنيا غيرك، بس أنا لما حسيت بده خفت وهربت، كنت متلخبط بين إني أقرب أو أهرب، بس لما حاولت أبعد عرفت إن أنا مش هقدر أعمل كده. تعالي يلا. لا مش عايزة؟ لا ماشي. أنا مش عارف يعني في أي لحظة حسيت إن أنا بحبك، وبصراحة دي أكتر حاجة حاببها. أنتي اتسرسبتي جوايا من غير ما أحس، بقيتي حتة مني، ولما قلتلي إنك عايزة بكرة يبقى بتاعنا حتى لو يوم واحد، أنا بصراحة خفت عشان حسيت إن أنتي تستاهلي حد تاني، حد يكون معاكي العمر كله، بس لو أنا فاضلني يوم واحد يا أمينة كل الأنانية اللي في الدنيا، كل الحب اللي جوايا ليكي، عايز اليوم ده يبقى ليكي، يبقى بتاعنا. ازاي اصلا؟ شد حيلك، ربنا يخليك ان شاء الله خير. يلا رحمة.